السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وحديثا عن الصحة، فاليوم عندي لكم حل نهائي لمشاكل انتفاخ البطن، الغازات، مشاكل المعدة والجرثومة المتنقلة في الأمعاء. فاليوم الأكثرية منا كيتشكاو من هاد المشاكل ديال المعدة والانتفاخات في البطن وعلى مستوى الأمعاء، وانا وحده منكم. لهذا السبب فانا جربت هذا المشروب وكانت نتيجه ولا اروع. وما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. حل هذه المشاكل كامله هي عشبه الباديان اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. فاسم ديالها الباديان النجمي او نجمه الارض او اليانسون النجمي. فسبحان الله، الشكل ديالها على شكل نجمات، شكل جميل، يخلق الله ما يشاء، ولكن المنافع ديالها عديدة على الصحة. فثمن ديالها رخيص بزاف، يعني في متناول الجميع بكل صراحة، ولكن الفوائد ديالها فهي ثمينة وغالية جدا نسبة للصحة ديالنا. طريقة الاستخدام ديالها فهي جد سهلة، ولكن قبل فأنا كنصحكم أنكم تطحنوها باش تولي لكم على هذا الشكل. كتجي مطحونه سهله في الاستخدام وكتدوم لكم مده اطول. نسبه الكميه فكتوضعوا ملعقه صغيره من الباديان المطحون في اناء الشاي، وكتخوي عليه الماء المغلى، كتخليه دقائق حتى كيطلق الباديان في الماء وكتشربوه. يشرب الباديان مرتين حتى ثلاث مرات في اليوم قدر المستطاع اللي قدرتو عليه. انا شخصيا ومن خلال التجربه ديالي فكنشربو جوج الخطرات، كنشربو مره في الصباح قبل الافطار، وبعد العشاء ملي ما غنبقى ناكل حتى شي حاجه فكنشربو في الليل، نظرا انه مهدئ للاعصاب. اما نسبه الفوائد الباديان النجمي، فأول شيء هو كيقضي على انتفاخ البطن، وكيقوم بإزالة الغازات يطردها من الأمعاء، وكذلك فهو مطهر للمعدة ويقي من أمراض الجهاز الهضمي، وخصوصا يقضي على الجرثومة المتنقلة في الأمعاء، وهذا الشيء من خلال التجربة ديالي أنا شخصيا، ويقضي على الإنفلونزا. أما نسبة الناس اللي عندهم مشاكل الأعصاب في المعدة والأمعاء فهذا هو الحل ديالكم، ثقوا فيا اللي قلتها لكم، فهو يهدئ الأعصاب، هو ضد التشنجات اللي كتكون في الأمعاء أو في المعدة. إضافة إلى أن المذاق ديالو هو حلو طبيعيا، لا داعي لأي إضافات، لا سكر ولا عسل، ورائحة ديالو حتى هي طيبة وكتخليكم تحسوا بالراحة النفسية. فأصلا الباديان هو مضاد للإكتئاب، وهذه المعلومات ممكن أنكم تبحثوا عليها باش تزيدوا تأكدوا إلى بغيتوا. واحد الإضافة صغيرة، نسبة للناس الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين ولكن كيحسوا برغبة في التدخين رغم على أنهم كيحاولوا يقاوموا، فالباديان النجمي غادي يساعدكم. طريقة سهلة، كتاخذوا نجمة باديان صغيرة وتقوم بمضغها كالعلكة بمنتهى البساطة، كذلك عندها دور في هشاشة العظام، فهي تقاوم هشاشة العظام وكتقلل من هذا المشكل. كنتمنى أن هذه المعلومات تكون فاتكم على نجمة الباديان، وكنتمنى أنكم تجربوها، فما عندها حتى شي أعراض جانبية، شخصيا أنا ما درت لي حتى شي مشكل إطلاقا. وشكرا أحبائي على المتابعة، كنتمنى لكم كل خير، وكنتمنى أنكم تبقوا في صحة جيدة. حفظكم الله، وأراكم في الفيديو المقبل إن شاء الله بخير. مع السلامة. المغلى